أكد الجيش السوري إفشال هجوم المعارضة المسلحة على مطار الثعلى العسكري قرب السويداء في جنوب سوريا. هذا المطار الذي يعد واحدا من مطارات قليلة بقيت تحت سيطرة الحكومة السورية، وتعتبر السيطرة عليه سيطرة على منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية. ويبدو أن المعركة كانت طاحنة في محيط هذا المطار الذي يعد أبرز نقطة بقيت في جنوب سوريا تحت سيطرة الجيش. احنا معنوياتنا عالية بإذن الله، وإن شاء الله ما بيقربوا من هالمنطقة. نحن بإيدنا بإيد الجيش العربي السوري إن شاء الله بدنا نطهر كل المنطقة. معركة تصحيح الطغاة يقول قوات الجبهة الجنوبية المعارضة بدورها أرادت إحكام السيطرة على المطار كأكبر قاعدة جوية في جنوب سوريا، ويعتبر سقوطها واحدا من أهم مفاتيح دمشق. هذه القاعدة التي تضم مطار ثعلى العسكري تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، وهي منطقة منبسطة اعتمدت فيها المعارك على الأسلحة الثقيلة ذات المدى البعيد. نحن الآن على مقربة من مطار الثعلى العسكري، هذا المطار الإجرامي الذي يقوم بقصف المنطقة الشرقية من محافظة ترعة. من السهل وصول الكاميرات بعدساتها الحديثة إلى هذه المواقع العسكرية الحصينة، لكن أقدام المقاتلين دونها عقبات كثيرة، أبرزها الألغام التي تزيد من تحصين المكان. وعليه فقد اعتمد المهاجمون على أسلحة متطورة لاصطياد الدبابات. وتفيد المصادر أن الجيش السوري شن عشرات الغارات الجوية على القوات المهاجمة، ما أدى إلى فشل الهجوم وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين. وكانت قوات المعارضة قد سيطرت على عدد من المباني في محيط المطار بعد أيام من إحكام قبضتها على مقر اللواء 52 في محافظة درعا. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المواقع الاستراتيجية لهجمات من كتائب المعارضة التي توصف بالاعتدال في المناطق الجنوبية. هذه الكتائب التي أضحت تتمتع بمعنويات عالية بعد خسارة الجيش السوري مؤخرا عددا من المدن والمواقع الهامة في شمال سوريا وجنوبها.